والمادة 490 هي كاينه حركة مجتمعية قوية من جمعيات المجتمع المدني اللي كتطالب بإلغاء هذه المادة. علاش؟ لأنه هذه المادة أولا تمييزية ضد النساء، تمييزية ضد النساء لأنه كتعاقب خاصة النساء على الفساد، وكتخلي الرجال كيبقاو أبرياء في حالة اغتصاب مثلا. المرأة إلا مشات باش تدعي أو تشكي عند رجال الشرطة بأنها تغتصبت، إلا ما تمش الإثبات على أنها فعلا تغتصبت، كيمكن يجروها هي ويحكموها على الاغتصاب. هذا جاري به العمل. كذلك يعني في الحالة فاش كيكون راجل متزوج مع امرأة، كنعرفوا على انه الا كانت يعني مع امراه اللي ماشي مراته، كيمكن الا كانت الزوجه ديال الراجل كتسمح له كيخرج من السجن ديك الساعات، وكتسقط المتابعه عليه، وتقولوا بانه نفس الشيء بالنسبه للمراه، ولكن المجتمع ما كيسمحش للمراه. المجتمع عنده واحد المقاربه التمييزيه، اذا هو ده واحد الفعل قاموا به راجل ومراه، المراه كتعاقب والراجل كيبقى في السجن. يمكن نقول لك على انه اكثر من ذلك، وقع انه راجل متزوج مشى خطب واحد المراه في الدار ديالها باها وامها الى اخره، وخرج باش يتعارف معاها، خرجوا باش جات تصاب انه مجوج، هو تيقول انه ماشي مجوج، قال لهم ما مجوجش. جات مراته شكات به، جاو قبطوها هي دخلت للحبس، وهو خرج سمحت له مراته وخرج بريء. اذا انا سبق لي انني زرت السجن وطحت في حاله بحال هذا الشكل هذه. اذا بالتالي هذه ماده اللي هي تمييزيه، وكذلك تنقل على انه كاين تطورات سوسيولوجيه اللي كتجعل انه كاين تاخر ديال سن الزواج في 32 سنه للرجال و 27 سنه للنساء الفتيات، وكاين واحد النسبه حوالي 7% لا للنساء ولا للرجال اللي كيوصلوا حتى ل 50 سنه بدون زواج. إذن هذا كيعني أنه داخل المجتمع هذه الأمور منتشرة، وأنا ماشي مسؤولة بها، وأنتم ماشي مسؤولين بها، هذه الأمور منتشرة جدا. إذن بالتالي هذا القانون هذا هو كيشكل واحد المس بالحرية الفردية اللي كينص عليها الدستور، وكذلك كيمس بالحياة الشخصية ديال الفرد. وزايدون أنه القانون ما معمولش باش يعاقب لا يعني المسألة اللي هي حرام أو حلال، القانون معمول باش يحمي المجتمع، أما القضايا اللي هي دينية كتبقى بين الخالق وبين يعني البشر. إذا بالتالي لهذه الأسباب كلها لابد من يعني من إلغاء هذه المادة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.